اخوك كانت موجوده من سنين سنين طوال ما تخمم في الموسيقى التونسيه ومعناتها المراجع نتاعها والليغاسين نتاعها والاصل سورتو لا ريشيرش دو لوثنتيسيتي دونك فما برشا حاجات كوم دي اكسيدون صاروا لي في حياتي معناتها كيما حكيت انا في ستوري تيلينغ في وسط الكونسير بديت عامل فين اول اكسيدون كيفاش حاجه ترهوج معناها يقول لك راهو الكونسير هذا كان تعملوه راه باش تصير مشكله في البلاد هذيك وباش تصير كوارث وفما ناس باش تموت معناتها كل ما هو عنده رمزيه من قريب ومن بعيد باللون الافريقي نخلقوا فيه نوع متاع سوبرستيسيون معناها لا اون غا با توشي ا سا واكيد فما دوتر ستيل اللي هما كانوا يعني واخذين اكثر افونس في الموسيقى المسموعه في تونس دونك برشا حاجات صاروا لي خلوني نخمم اوترمون ريشيرش دونك صارت كبيره الحقيقه معناتها في الموروث الشعبي والموروث من المالوف حتى الموسيقى التروقيه واكتشفت انه من ايقاعاتنا ومن الحاننا الموسيقيه فما افريقيه واضحه وايفيدونت معناها دونك اليوم ميدي افريكا هو فينالمون تصنع في تونس مش في هو في تونس اللي هي في افريقيا دونك فينالمون لافريكانيتي نتاع تونس معناتها فريمون لا ريفونديكاسيون دو سيت ايدنتيتي ولا ريكونسيليياسيون افيك سيت ايدنتيتي انه الناس الكل معناتها نتفاهموها الحكايه ابعد حتى من الموسيقى الحكايه حتى في الاذهان في سبيريتواليتي نتاعنا في طريقه تفكيرنا في طريقه يعني تعاملنا مع هذه الهويه